كم لازم اشيل؟ ما في سؤال بهالطريقه. انت شنو المطلوب منك؟ مطلوب منك 15 عده بالجوله، حط الوزن اللي تقدر تكمل فيه العدات المطلوبه. مثلا حطيت وزن لعبت فيه 20 عده، معناته الوزن خفيف، فتقدر تزيد الوزن عشان توصل حق عداتك المطلوبه، والعكس صحيح، حطيت وزن لعبت فيه 8 عدات، معناته انت تحتاج تقلل الوزن عشان تكمل جولتك المطلوبه. وبس هذا الموضوع، يعطيكم العافيه.